وللوقوف أكثر عند إعادة عملية العد والفرز اليدوي، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري. سي زياد، مرحبا بكم. هناك تأكيدات بأن فرقا كبيرا في النتائج ظهر بعد فتح الصناديق المطعوم بها، لا سيما في مدينة كركوك. هناك أيضا سي زياد تهديدات سبقت عملية العد والفرز في حال تغيرت النتائج، لكن هنا هل نتوقع صداما محتملا بين شركاء العملية السياسية بعد ظهور عملية إعادة العد والفرز اليدوي؟ مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الرافدين الفضائية. نعم، عمليات العد والفرز الآن بدأت، وأعتقد بأن هناك فروقات في النتائج ستظهر خلال الأيام المقبلة، ولكن في كل الأحوال سيظهر نوع من الصدام حول النتائج. لن يقبل أي فريق خاسر في الانتخابات تلك النتائج، وهناك من سيخسر وهناك من سيفوز، وهناك فرق كامل في العد والفرز. وأعتقد بأن ما حصل في عملية الانتخابات، التزوير الأول هو رفع نسبة المشاركة، التزوير الثاني هو ما حدث في صناديق الاقتراع والضغوطات التي تعرضت لها، وخاصة المحافظات المنكوبة والمحافظات القلقة مثل محافظة كركوك. سي زياد، لو يعني لجأنا إلى التصريحات، على سبيل المثال الحصر، المتحدث باسم الحشد كريم النوري حذر من تشكيل برلمان وصفه بالأعرج، ووصف التزوير في الانتخابات بأنه كبير جدا. لكن تعتقد في هذا الظرف العصيب الذي يمر به العراق، تعتقد أن سلاح الميليشيات ستكون له الكلمة الفصل في عملية الإعادة سي زياد؟ أعتقد بأن الحشد وأسلحة ميليشيا الحشد هي التي تحكم الآن في العراق. فلا قانون يردع الحشد، ولا توجد أي قوة تابعة للحكومة الشكلية في العراق تستطيع أن تردع قوات الحشد. يعني على سبيل المثال، مثل ما تفضلت ولا لاحظت، نفس هذه الميليشيات والناطق الرسمي الذي تحدث بذلك لم يذكر ما حدث قبل يومين في مدينة الموصل، عندما قامت قوات من الحشد بمحاصرة قيادة عمليات نينوى التي اعتقلت بعض الأشخاص المسيئين، وتم إطلاق سراحهم بالقوة. إذن نتحدث عن ميليشيات تلعب دورا كبيرا ودورا محوريا على الساحة، بعيدا عن النفوذ الحكومة التي يجب أن تفرض سيطراتها. نحن ندرك جميعا بأن الحكومة هي حكومة شكلية، لا تستطيع أن تردع تلك القوات بأي طريقة ممكنة على الساحة. على ذكر الحكومة الشكلية سي زياد، يعني اعتراف من لجنة تقصي الحقائق النيابية تدعو صراحة وبشكل واضح لإلقاء نتائج الانتخابات في مزبلة التاريخ كما تصف ذلك، هل نفهم من ذلك هذا اعتراف صريح وواضح بفشل العملية الانتخابية، ومن ثم يمكن أن نطلق بأن العملية السياسية برمتها هي فاشلة في العراق منذ انطلاقتها عام 2003 ولحد الآن؟ بعيدا عن الرأي الشخصي، هناك أدلة ووقائع تحدث على الأرض، هناك شهود، هناك أحداث، هناك أرقام تقول بأن ما حدث هو عبارة عن تزوير غير مفبرك بصورة جيدة. هناك تزوير علني، هناك ضغط على جهات معينة للتصويت لقوائم بحد ذاتها، هناك تهديدات، هناك تلاعب بالصناديق، هناك عملية سياسية فاسدة في العراق منذ احتلال العراق 2003، ونتبع القاعدة التي تقول كل ما بني على باطل فهو باطل. فإذا بعيدا عن الشعارات، بعيدا عن الرأي الشخصي، نعتقد بأن الساحة العراقية ونتائجها والعملية السياسية واضحة للجميع وواضحة لكل الدول، لكنها هي إرادة أمريكية إيرانية، لأن الأمريكان والإيرانيين أكثر من استفادوا من هذا الوضع، والذين سوف يستفيدون أكثر من ذلك
عبر استمرار هذه المهزلة على حساب الشعب العراقي. سيد زياد، باعتقادك من المستفيد الأكبر من عملية إعادة العدوى الفرز يدويا؟ تعتقد أن القوائم التي فازت باعتبار أنها ستعطيها شرعية أكثر أم التي لم تفز؟ من المستفيد في ذلك؟ نعم، المستفيد وربما ستستغربون من هذا التصريح هي إيران. كيف ذلك؟ طيب، العملية بعيدا عن نتائج القوائم التي ستفوز أو التي لن تفوز، هناك عقوبات إيرانية، عقوبات أمريكية مرتقبة على إيران ستلقي بظلالها على الواقع العراقي. ونحن نعتقد بأن إيران تؤخر عملية العد والفرز إلى آخره، حيث أنها تملك الأدوات لذلك، فهي تريد أن تساوم الأمريكان في حال فرض تلك العقوبات. لربما ستخرج لنا قوائم محددة بعينها ستحكم العراق وبقوة وتحت وصاية إيران بشكل مباشر، يعني بدون عمليات تجميد أو المكياج القبيح الذي يمارس منذ 15 عاما. من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري، شكرا جزيلا لكم.